آه آه، لقد سألتني عن خير مولود ولد بعدي على سنة المسيح عليه السلام. هذه كلمة قالها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لصاحبه جابر، جابر بن عبد الله الأنصاري رحمه الله، يوم سأله عن هذه المناسبة التي نحن فيها، عن مولد أمير المؤمنين صلوات الله عليه. تأوه رسول الله أولا وقال آه آه، لأنه ابن إبراهيم الخليل الذي وصفه القرآن الحكيم بقوله إن إبراهيم لأواه حليم. هذا التأوه يستبطن الشكاية، يستبطن الوجد، يستبطن شيئا ما، لكنه في بعض الفروض والمقامات يكون دالا على الشوق، علما أنه قد ورد في بعض الآثار أن المنادي بآه إنما ينادي الله تبارك وتعالى. وعلى هذا فوصف القرآن الحكيم لإبراهيم الخليل عليه السلام أنه أواه، أي أنه متأله يدعو ربه. فكذلك نبينا صلى الله عليه وآله محال أن يتأوه إلا في المقامات التي لها شأن كهذا المقام. لما يسأل سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله عن علي بن أبي طالب فهذا مقام استثنائي يحتاج جوابا استثنائيا يبدأ بآه. أين جاء هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ جاء في رواية طويلة رواها الفتال النيسابوري عليه الرحمة في كتابه روضة الواعظين. وإليكم هذه الرواية. قال جابر بن عبد الله الأنصاري: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن ميلاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام، فقال صلى الله عليه وآله: آه آه، لقد سألتني عن خير مولود ولد بعدي على سنة المسيح عليه السلام. إن الله تبارك وتعالى خلقني وعليا من نور واحد قبل أن يخلق الخلق 500,000 عام، فكنا نسبح الله ونقدسه، فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام قذف بنا في صلبه، واستقررت أنا في جنبه الأيمن وعلي في الأيسر، ثم نقلنا من صلبه في الأصلاب الطاهرات إلى الأرحام الطيبة، فلم نزل كذلك حتى أطلعني الله تعالى من ظهر طاهر وهو عبد الله بن عبد المطلب،
فاستودعني خير رحم وهي آمنة، ثم أطلع الله تبارك وتعالى عليا من ظهر طاهر وهو أبو طالب، واستودعه خير رحم وهي فاطمة بنت أسد. فلما كانت الليلة التي، من المتكلم؟ رسول الله. رسول الله هو الذي يتلو لنا مولد أمير المؤمنين عليه السلام. فلما كانت الليلة التي ولد فيها أمير المؤمنين أشرقت السماء بضيائها وتضاعف نور نجومها وأبصرت من ذلك قريش عجبا، فهاج بعضها في بعض وقالوا قد حدث في السماء حادثة. وخرج أبو طالب يتخلل سكك مكة وأسواقها ويقول: يا أيها الناس، تمت حجة الله. وأقبل الناس يسألونه عن علة ما يرونه من إشراق السماء وتضاعف نور النجوم، فقال: أبشروا، فقد ظهر في هذه الليلة ولي من أولياء الله يكمل الله فيه خصال الخير ويختم به الوصيين. هذا كلام أبي طالب مبشرا قريشا والعالم بميلاد خير الوصيين صلى الله عليه وآله الطاهرين.